إذا اللي مهند يختار الملعب وربما أو الجهة التي يسدد عليها 70% من الإحصائيات تقول تذهب هكذا الأيسر باتجاه الجهة اليسرى. وسنشاهد محمد رضا مع أول كرة سينفذها بالقدم اليمنى، ومحمد رضا ويسددها ويسجلها كما ذكرت يعني، وكما هو معروف وكما تقول الإحصاءات الأيمن يسدد بالجانب الأيمن لحارس المرمى وينجح في خداع الحارس، لأن نجح محمد رضا وبالقدم اليمنى ويفور، وكما هو معروف كما هو معروف وكما هو موضح يسدد اللاعب صاحب القدم اليمنى باتجاه الجهة اليمنى والأيسر باتجاه الجهة اليسرى. هذا عبد الرحيم، مهند عبد الرحيم بالقدم اليمنى أيضا، هل يغير؟ وضحى في الشباك وفي المكان السليم مهند عبد الرحيم، وضحى بأريحية كبيرة، ومثل هكذا كرة تعطي الثقة، تنشر الثقة بين أعضاء الفريق، لأنه نفذ دون ارتباك ودون خوف كما يريد وكما ينبغي وفي أعلى السقف سقف المرمى، وينجح مهند فريق أربيل كوسرت. هل ينجح في هذه الكرة قدم اليسرى؟ أول كرة بالقدم اليسرى وممكن لعلاء، وضحى أيضا كوسرت بايز، وضحى كوسرت بايز وخالف التوقعات، وحتى علاء ذهب في الجانب الأيسر، شاهد اللاعب الأيسر حاول أن يعني يتوقع الكرة، لكن كوسرت بايز بقدم مفتوحة ونظرة باتجاه الحارس لكن وضحها في الجانب. موكورو اللاعب الإيفواري يتقدم، موكورو بالقدم اليسرى ويحاول أن يضحها، ويضحها بالفعل، يضحها في منتصف الشبكة، يسجل الهدف الثالث للزوراء 3-2. كل واقف على أعصابه ويريد البطاقة بشدة، بطولة مهمة جدا، بطولة مهمة جدا، ويعني ركلتان لأربيل إلى الآن، والركلة الثالثة وبالقدم اليسرى ويضعها على يمين الحارس، يضعها على يمين الحارس ويستبر التعادل 3-3، 3-3، 3 ركلات لكل فريق. نجح 6 لاعبين، 3 من أربيل و3 من الزوراء، يعني يبور اليسرى سيسدد نجم شوان، لا بالقدم اليمنى، القدم اليمنى، ويا سلام يا سلام، وضحها في مكان صعب جدا، هدف رابع للزوراء، ركلة ترجيحية رابعة ناجحة للزوراء. حاول معها ريبال، حاول معها لكنها قوية وريبيرو سانتوس لعب في الدوري البرازيلي مع بوتافوغو ومع فلومينينزي، لكن مطالب بالتسجيل الآن، كل هذا يخليه ورا ظهره الآن، عليه أن يسجل، عليه أن يسجل ويتقدم ويسدد ويسجل بالقدم اليمنى ويضعها على الجانب الأيمن، وراحلها طارلها علاء لكنه لم يتمكن، لأنها جاءت من قدم هذا اللاعب، واحد من اللاعبين المميزين في المباراة ريبيرو سانتوس. ينجح أيضا 4-4 الركلة الخامسة، الآن كل الضغوطات على لاعبين وستزداد مع الركلة الأخيرة لأربيل، لكن حويبيب المعروف بهدوءه الآن مطالب بالتسجيل، حويبيب من الحرس الوطني قادم للزوراء ويقدم موسم جيد، وحويبيب ودخلت في مرة أولى وفي مرة ثانية، كانت في غاية الخطورة، ضربت بالعارضة وسكنت الشباك، وحويبيب يختم أول خمسة وقد تكون الأخيرة إن لم يتمكن لاعب أربيل من الرد والتعديل. هنا الآن كل الضغوطات على اللاعب اللي لاعب أربيل الأخير الذي سيسدد الكرة الخامسة، كل الضغوطات باتجاه هذا اللاعب، ضغوطات نفسية بالتأكيد. واللاعب البديل محمد سامي سيسجل، سينفذ هذه الكرة، لاعب محمد سامي يتقدم للتسديد وبالقدم اليمنى، ومحمد سامي وعلاء ومحمد سامي، وفعل علاء قاطع يعيد إلى الأذان ما فعله الزوراء وما فعله الحارس آنذاك عمار حسين عندما تصدى لكرة وتمكن من خطف لقب الدوري. اليوم علاء يخطف البطاقة من جيب السيد
لؤي صلاح الذي بالتأكيد يعني يتلقى المواساة من راض شنيشيل، كلاهما كان قريبا من بعض، والزوراء ينجح أخيرا، ينجح أخيرا بعد معاناة وبعد مباراة كبيرة من الفريقين في خطف بطاقة الدور ربع النهائي. خلاص اكتملت الفرق الثمانية ونحن بانتظار الدور المقبل، الدور ربع النهائي في هذه البطولة. سادة الكرام شكرا لكم وشكرا لكرم الاستماع، وعودة إلى السنتر والزميل الكابتن صفوان عبد الغني بعد الفاصل.